الحظ ابتدى يضحك. يعني شوية الحمد لله. طبعا انت عارف طبعا مصر كلها عارفة موضوع الإصابة. الحمد لله قدر الله مش هفعل، لكن عوض ربنا الحمد لله. أحسن الحمد لله، بدأت أهو في نادي المقصة الأمور زي الفل كويس. عايز أبدأ بيك بقى بالبداية خالص كده، ما تقول لنا مشوارك مع كرة القدم بدأت إزاي؟ يعني أنا من أبناء نادي المولين العرب، من الناشئين، حياتي كلها في المولين العرب. اتصعدت الفريق الأول، كنت أنا وصلاح والنني الشلة اللي طلعنا ديت. الحمد لله الأمور كانت كويسة ماشية معانا. لعبت طبعا منتخب شباب ومنتخب أولمبي، ولعبت الحمد لله منتخب أول برضه أنا في المقاولين العرب. وبعد كده رحت الإنتاج، ومن الإنتاج رحت المفروض الزمالك السنة اللي اتصبت فيها. بدأت في الزمالك كويس، لكن طبعا زي ما أنت عارف الإصابة كانت صعبة شوية، ويمكن شوية كده يعني شوية علاج غلط أثر معايا شوية وأخرني الحمد لله. وأديني رجعت على نادي المقاصة. عايز بقى اخدك بقى طالع في المقاولين ما شاء الله صاروخ، رحت المنتخب وكاس عالم اولمبيات، قولنا بقى فعلا. يعني حصل انا ايه؟ طبعا المقاولين يعني بيتي زي ما بيت معظم اللعيبه اللي هم الكبار، اذا كان صلاح والنني ما شاء الله. طبعا مش محتاج اتكلم على كيان المقاولين لان كله عارف يعني ما شاء الله، من ناشئين لحد فوق. طلعت درجه اولى، لعبت مع كابتن حمزه الجمل وكابتن عوده، كان ساعتها كابتن عوده مساعد. بعد كده كابتن رضوان جه، بدات امشي مع كابتن رضوان، لعبت كتير قوي. يعني كانت الامور كويسه. بدانا نروح منتخب الشباب، رحت منتخب الشباب مع كابتن ضياء السيد. لعبنا افريقيا وصعدنا، انت عارف جيل اللي هو 91، لعبنا كاس عالم في كولومبيا، عملنا بطوله كويسه قوي، كنا جيل كويس جدا. واعتقد اديك شايف الجيل لحد دلوقتي ما شاء الله مسمع في الدوري، على راسهم طبعا محمد صلاح. رجعنا، رحنا اولمبيات، رحنا الاول بطولة افريقيا اللي بتصعد الاولمبيات مع كابتن هاني رمزي. تصفيات التصفيات كنا احنا سنا اصغر منهم، وكابتن هاني يعني كان واثق فينا، في حوالي 9 لعيبة من منتخب لسه الشباب. كنت اقول لك خد كام لعيب خد حوالي 9 لعيبة، يعني ما شاء الله كنت فرقة كاملة. فرقة كاملة يعني. كانت طبعا يعني كان يعني احنا كنا الحمد لله قد الثقة، لان احنا رحنا المغرب، كانت بطولة صعبة جدا في المغرب، وانت عارف كان ساعتها مصر ما صعدتش بقى لها 20 سنة في الاولمبياد، فكانت بطولة صعبة كانت في المغرب هناك. الحمد لله ربنا قدرنا والحمد لله صعدنا الاولمبياد ولعبنا الاولمبياد في انجلترا في لندن. بس الأولمبياد بقى بطولة كبيرة، كل لعيب عايز طبعا يروح يعني فرصة جيدة إنه ينتقل طبعا لنادي كبير في بس أوروبا. انا بس كان حظي صعب شوية في الاولمبياد زي ما قلت لك قبل كده. انا يعتبر قبل اول ماتش لعبنا، اول ماتش المفروض البرازيل هناك، كنا في انجلترا في لندن. اول ماتش كان البرازيل في الاولمبياد، وانا كنت الحمد لله كنت من الناس الاساسيه اللي كابتن هاني كان بيعتمد عليا فيها. قبل الماتش ب4 ايام بالظبط، في كان تمرينه كده اتصبت فيها النني الله يسهل له، وعمل لي باص جامد شويه رجليا فتحت. لحد الماتش التاني كنت الاصابه قعدت معايا، كان جزع في الرباط الداخلي، كان الحمد لله خفيف، بس انت عارف الجزع في الركبه بيبقى صعب شويه في الاوتار. قعدت حوالي لحد تاني ماتش، وكان ما لعبتش ساعتها، لعبت كنت هنزل اخر ماتش اللي هو خرجنا فيه، بس ما كانش له نصيب يعني.